بيناتنا قررنا نتعرف اليوم على فنان لبناني بطريقه اعمق، لانه نسمع زياد الاحمديه، في كثير ناس بيعرفوا زياد الاحمديه بس بتصور مش كل الناس بيعرفوا مسيره زياد الاحمديه كموسيقي وكيف وصل لهون وعلاقته مع اله العود، علاقه مميزه جدا رح نتعرف عليها اكثر. اهلا وسهلا فيك زياد. اهلا فيك. هالعلاقه مع العود انا كثير يعني هيك بتحيرني، لانه العود آلة كتير حلوة كتير جميلة صوتها رائع، ولكن في كتير أوقات بيكون في هيك مثل تحفظ عليها من قبل الشباب لأسباب معينة، لأنه الترند مش هي هلا، لأنه ما يعني الأجواء، أو لأنه بيعتبروا أنه العود ما بيقدر يعطيهم هالموسيقى يلي فايتة شوي على الغربة. بالنسبة لك العود قدر يعمل كل شيء. أنا بالنسبة لإلي العود هي آلة فيها يعني مفتوحة على كل الاحتمالات، وبعد ما نقال عليها الأشياء اللي لازم تنقال، يعني آلة أكيد هي آلة تقليدية وترافق المطربين والمغنيين وبتعمل تقاسيم شرقية بحتة، ولكن الأجواء اللي صارت موجودة بالعالم العربي والانفتاح وعلى الغرب تحديدا خلت الآلة كمان في ناس عم بيحاولوا أكتر ياخدوها نحو تجارب جديدة، وإن شاء الله أنا واحد منهم، يعني عم بحاول قد ما فيي أنه هالآلة ما تنحصر بإطارها التقليدي القديم، مع العلم أنه كتير مهم أنه نعرف نعزف على الآلة ونفهم هذه الآلة بشكلها التقليدي، يعني ما ناخدها تصير آلة غربية أكيد لأنه بتخسر هويتها، وكمان ما نخليها محصورة بإطار الستينات والخمسينات والتقاسيم. كيف تعرفت على العود؟ تعرفت على العود بآلة بسهرة كنت وقتها عمري 15-16 سنة، وكنا معزومين لعند ناس وفي حدا معه الآلة عزف على العود وغنى، وحبيت الطريقة أنه حاضنة للآلة. أنا كنت أعزف شوية أكورديون وأعزف شوي أورج يعني هيك المدرسة يعني، وكنت بالبيت دائما اسمع واعزف، بقى لما شفت هالعازف عم بيعزف وعم بيغني والآلة عم بترافقه هيك بصوت حلو، دغري طلبت منه انه فيني جرب كيف وين بتحط ايدك شو بتعمل، حلو بس انه حاضنة للآلة يعني. وبلشت من هونيك يعني. ليش اي حاضنة في هيدا المساحة الكبيرة اللي بتلمس بجسمنا مع الآلة، الرنين اللي بيطلع من الآلة هو بيكون عم بيرن كل جسمنا معه، حتى عشان هيك الآلة بتحسيها انه بتطلع من القلب يعني حدا بيعزف عليها. فاذا موهبة عندك، الموسيقى قديمة من عمر صغير، ولكن تعرفت على العود بعمر، قلت لي انه بالنسبة لك كنت بتحب تعرف اكثر ابكر على أكيد. على هالآلة اكيد، يعني في ناس ببلشوا من عمر الخمس سنين ست سنين سبع سنين يعزفوا على الآلة، انا لا بلشت فعليا بعمر وكان ناقصني كثير، يعني اشتغلت كثير على حالي لحتى لحق السنين اللي ضاعت يعني. بس مع هيدا وكله بقيت الموسيقى هوايه عندك وتخصصت بالكوميونيكيشن ارتس، ليش؟ هلا الاحتراف ما في حدا ببلش الاحتراف انه فجاه بيضوي الضوء او بيكبس الزر بيصير محترف يعني، ولكن بيروح على الطريق يعني ببلش. هي فعلا هيك صارت، يعني بين انك تعملي بيرفورمانس لمجموعه من الاشخاص والاصدقاء، بين انك عم تعملي بالجامعه حفله لطلاب الجامعة على مسرح الجامعة، وبين انه الناس تبلش تعرف فيك وتنتقلي من جامعة لجامعة لضيعة لمهرجان لانك تألفي شوي، يعني ستيب باي ستيب بفوت الواحد بالجو بدون ما يكون انه مثل ما قلنا كبسة زر وخلص انا محترف. وبعدين ايه انه الاحتراف طريق طويل كثير وطريق كثير صعب، بس انت يعني مع اختصاصك فت على طريق يعني أكيد. اذا بدي اقول التزام الموسيقى بالكونسرفاتوار. وبدي بذكر شغله هون كثير مهمه بحب اقولها دائما، انه هو التوجه الاساس بكل المسيره، يعني انه شو بدنا نعمل ولوين بدنا نروح واي خط بدنا نسلك، كيف ممكن نعيش من هاي المهنة اللي يا بده يكون الواحد موجود بخط شوي استهلاكي واستعراضي وتجاري، أو بده يكون بخط شوي جدي وبيحمل أفكار وبيحمل كونسبت معين بالموسيقى. عم تجمع اثنين هلا مع كل الاغاني التصويريه لمسلسلات اساميها كبيره. مزبوط. وعاده يعني المسلسلات الحلوه والمهمه موسيقتها بتطبعنا كمان، مش بس
الرومانسية بطبعنا مثل عصر الحريم هلا او الحب الممنوع او يعني مسلسلات في لونا ومجنون ليلى وذكرى سيناريو، في كثير مسلسلات بعتز اني عملت موسيقى لانه هيدي كمان مساحة انا استغليتها اذا بدك، انفتح لي مجال انه اعمل اول مرة هيك ديمو انه سمعنا كيف ممكن يطلع، وطلع شيء كثير حلو وقتها المنتج حب شو عملت والمخرج كمان وسحبت القصة فتحت، صرت إذا بدك عم بقول الأفكار اللي أنا أوريدي قلتها بألبومات، وهالألبومات يمكن ما صار لها فرصة كتير كبيرة من حيث الدعاية والفيديو كليب مثل ما قلنا إنه توصل لأكبر شريحة ممكن من الناس، لأنه التجارب الشوي بسموها أندر جراوند أو التجارب الشوي مختلفة عن المينستريم بالبلد بتضلها محصورة ضمن الجمهور اللي هو بيحب يسمعها، هو بيروح لعندها، ما في عنا ناس نحن تركض ورانا وتسوقنا مثل ما لازم. بقى لقيت التلفزيون والموسيقى التصويرية هي المحل الكتير منيح انه فيني اقول افكاري بنفس الوقت توصل على كل بيت، يعني اذا الموسيقى منيحة اللي عم بعملها للتلفزيون اوريدي كل العالم رح تسمعها، انا بكون وصلت من خلال موسيقى تصويرية، يعني ما كنت عم بعمل موسيقى تصويرية، كنت عم بعمل موسيقى من اجل الموسيقى. اليوم موسيقتك مميزة يعني فيها هيك امضاء زياد الأحمدية ان شاء الله، بس بدايتك كانت بالموسيقى الثورية والموسيقى اليسارية اذا فينا نقول، مظبوط، لكن ما في حدا الثورية. ما في حدا بلش الموسيقى الا ما تأثر باللي قبله، الا ما بنى على تجربة اللي سبقوه، يعني مين ما بدك اي اسم بالموسيقى العربية او بالموسيقى الكلاسيكية حتى، يعني يقال انه ماهلر ضل 10 سنين يحاول يكتب ويكب ويكتب ويخزق اوراق لحتى ما يقولوا عنه انه عم بكفي طريق بيتهوفن، ولما عمل اول سيمفوني قالوا انه هيدي السيمفونية العاشرة تبعت بيتهوفن بعد 10 سنين تجارب. بقى ما في موسيقى بالعالم الا ما بده يتاثر بخط معين بيكون بيستهويه ان كان من حيث الاسلوب الموسيقي او من حيث الاله اللي بيستعملها او من حيث حتى الفكر اللي بتحمله هالموسيقى. بقى بطبيعه الحال انا كنت ميال اكثر لاني اروح على طريق الخط الملتزم الذي يعني اللي بنغني فيه اغنيه ما بتحكي بس عن الحب المباشر او مثل ما هي الاغاني اللي دارجه. كثير تأثرت بتجربة مارسيل خليفة الموسيقية والغنائية، مش بس الغنائية، لأنه هو مؤلف موسيقي كثير منيح وكتب لآلة العود ألحان كثير حلوة وفيها صعوبة بالتنفيذ، يعني بده يتمرن منيح الواحد ليقدر ينفذها. وطبعا من المدرسة الغنائية الباب العريض تبع السيد درويش والشيخ إمام والأخوان رحباني وأيضا أحمد قعبور وخالد الهبر وسامي حواط وكل هالناس اللي اشتغلوا أغنية ملتزمة بالمضمون الموسيقي والكلام. أول جاذب لكل هالأسماء بالنسبة لك هو العود والآلة الوترية ولا هي ولا موسيقى. الأفكار موسيقى بخط العريض موسيقى. لا الموسيقى يعني أنا من الناس اللي عن جد مش محصور بالموسيقى الشرقية، والموسيقى التصويرية بتدل على هيدا الشيء لأنه صحيح. لونا مثلا موسيقى كثير فلامانكو، هي منا موسيقى شرقيه. عبد الحر رح نحكي عن كمان الخليط خاصه ببيوند تراديشن السي دي عنوانه، بس خلينا نسمعك ونشوفك عم تلعب بالاول هون ولا دي في دي؟ لا دي في دي هلا يلا. Thank you.
بتألف مش بس للعود، في تأليف وفي توزيع موسيقى هون. بتختلف بتتغير الموسيقى لما بتقرر توزعها مع الوقت، بتغيرها بتعدل فيها؟ هي بمحل معين الخيال، يعني قد ما عندك قدرة على أنك تسمعي أشياء تانية مع اللحن الأساسي بيكون هيدا هو توزيع. وكل موزع، كل حدا عنده ذوقه الخاص، عنده هويته الخاصة، بصمته الخاصة، شو بيحب يعمل مع اللحن الأساسي. فيها هالقطعة نفسها تكون مكتوبة لأوركسترا كبيرة، وفيها تنلعب على العود سولو، فيها تكون لباند هيك شوي ميني باند، يعني خمس موسيقيين ست موسيقيين. سمعنا موسيقى من سايلنت ويف، مع انه كنا بدنا نحكي بعد شوي انه بسايلنت ويف شلت الايقاع، يعني ما ارتكزت على الايقاع، بس هون على المسرح كمان رجعت الايقاع، فاذا فيك تلعب مثل ما بدك بالموسيقى اللي بتعملها؟ نوعا ما فيني العب مثل، لانه هي انا انتمي الى مدرسه اللحن. طالما في جملة موسيقية حلوة لحنها حلو، أنا بقول هذا اللحن هو العنصر الأساسي. وين ما بتزتيه لهذا اللحن، حتى لو دندنته بصوتي بتمي رح يوصل. هلأ شو في إمكانيات إنه نوزع ونعمل، بتكون عم تغني الموسيقى أكثر، بس بالأساس اللحن لازم يكون موجود، ولحن يكون ما بيشبه شيء. وهذا الشيء اللي عم نعاني منه هلا، يعني اوقات بتسمعي اغاني ما بتعرفي هيدي لمين الغنيه، غير ما يبلش حدا يغني، لانه ما في هويه بقى لا للجمله الموسيقيه طبعاً، ولا للتوزيع ولا للتنفيذ ولا لشيء، مثل بعض المكان كله صار مثل بعض المساحه كلها. بيوند تراديشن غير نوع من الموسيقى بي سي دي بيوند تراديشن قبل سايلنت ويف، وهون بدنا نحكي شوي عن هالخليط يعني بين الشرقي والجاز والهون سامبا كمان يمكن واجنبي، وهالعود يلي يعني موجود وين ما كان. هيدي تجربة عملتها مع فريق لبناني، مجموعة من الأصدقاء هني والإخوة، يعني هني طارق يمني على البيانو، خالد ياسين على الإيقاع، وفؤاد عفرة درامز، وجون مدني على البيز. هني الفريق اسمهم فنجان شاي، اسمهم شوي صيني بس بالعربي بيعني فنجان شاي. والتعاون كان أنه أنا في كتير موسيقات كاتبها وبتلبق انه تروح على حضارات تانية، يعني انا بحس بالحضارة التانية مثل ما قلنا، يعني بحس بالفلامينكو، بحس بالفانك، بحس بالجاز قد ما بحس بموسيقى العربية، بنطرب لأي قطعة موسيقية حلوة. بقى بطبيعة الحال لما اكتب موسيقى رح تكون موجودة كل هالتراديشنز اذا بدك، ونحن رحنا بيوند تراديشنز، انه التنفيذ كان في آلة عود عم بتقول لحن بيشبهها، والتوزيع الموسيقي اجى من خلال هالفريق هيدا لحتى يكون في مزج حقيقي، ما في الكترونكس بالموضوع، ما في مثل ما بيقولوا ريبيتيشنز بالايقاع، لا كان في الات لايف عم بتعزف هذا الايقاعات المختلفه والحضارات المختلفه، مش مركبه هي الات حقيقيه. نعم. بقى هون اجت التجربه تبعت بيوند تراديشنز بال 2006 وراحت من بعد حرب تموز، ماتت مع الحرب، يعني لانه الشباب كل واحد صار بطريق وسافر وما عدنا قدرنا نلعب الالبوم مثل ما لازم. مثل ما يعني لازم. خلينا نسمع اغنيه منك قبل ما يداهمنا الوقت. اوكي. رح اغني مقطع من اغنيه اسمها لما مشيت، هي طبعا من الحاني وكلمات نغم عرنوق. فلفش روحي عايديك لو في اركض اسبق نوم الهاجم عينيك وبوس قبل النعاس شفونك فلفش روحي عايديك وهزلك قلبي تتنام قطع
عطف مهداتي أحلام وهز لك قلبي تتنام عطف مهداتي أحلام بلكي هيك السما بتوقع خصلي زرقا تلون نومك وتلملم دمعة عيني لما مشيت فضيت من ايديك الصدفة لما مشيت هربت من حيطان الغرفة فجأة شفت سكوت الليل معلق عطراف الشباك عم بيهلوس عم بيصرخ جوا قلبي عم ينسى. كتير حلو زيادة، عم نكتشفك أكثر وأكثر اليوم. كنت شوي عم نحكي قبل الهواء أنا وياك عن يعني الأغنية الملتزمة، ما يسمى بالأغنية الملتزمة، وكنت عم تقلي إنه كل فكرة وكل أغنية فيها تكون ملتزمة. أخذنا عينة هلا، وحتى يعني كمان بحيي الكاتب على هالكلام الرائع يلي برجعنا شوي، يعني إذا بسمح لحالي أقول على عهد على حقبة الرحابني، هالصور الحلوة وهالسهل الممتنع يعني. مزبوط. هني أكثر شيء تميزوا بالصورة، يعني بيقدروا يخلقوا لك فيجن بدون فيديو كليب، يعني تسمع الأغنية تتخيلي طريق، تتخيلي ضيعة، تتخيلي شيء. هون بالكلام هيدا، وأنا بعاني فعلاً، أنا بعاني كثير من قصة الكلام، يعني أوقات بفتش كثير وبقرا كثير وبقرا كثير وما بقتنع، يعني وعشان هيك ما في كثير أغاني أعملهم، يعني ملحن كثير لناس بس أنا للاقي قصيدة غنيها ما عم لاقي كلام. هلا على الهوا نحن، إذا حدا عنده في قصيدة حلوة يبعتها. حلو كتير. كمان رح نشوف فيديو كليب Organized Chaos. هيك Organized Chaos هي حاولت أعكس شوي وضع البلد، يعني اللي هي فوضى بس منظمة. ما بعرف منظمة، ما بعرف إذا الموسيقى بتبين هالفكرة منظمة ولا تعودنا عليها سنة. هي منظمة مقصودة. خلينا نشوف. كمان موسيقى رائعة وأجواء حلوة، بس كمان معك عدد من الموسيقيين. هيدا الألبوم اسمه Silent Wave، تسجل مع الشباب، مع مايلز جاي هو أمريكاني على الكونترباس، وجيريمي تشابمان اللي عازف ساكسفون هو بريطاني، وصار هالتعاون بيناتنا تقريبا. حضرنا شي 4 أشهر تمارين يومية لحتى فهمنا بالضبط، صار في هيك هارموني بيناتنا لقدرنا نفوت بعمل يطلع ناضج كفايه ويتسجل بطريقه حلوه. وكان الالبوم بس 3 آلات، يعني ما كان في. واللي بيميزه لهالالبوم انه كثير رايق، كثير ما فيك تعملي شيء انت وعم تسمعي، يعني ما بتلبق هاي الموسيقى تنحط بالسياره ولا باوتيل ولا بمطعم ولا بنرقص عليها، هي موسيقى بس لتقعدي وتسمعيها.
خايفه حدا بفكر شوي. هذا طبيعي يعني يعني قلت خلص بدي روح للاخر بالهدوء. انا بتعب اذا عم بسمع هيك نوع من الموسيقى او موسيقى هي اوبرا الموسيقى بتاخذك بتغلب اذا يعني. بدي اعمل شيء ثاني بتعب وبحس حالي تعبانه ومعصبه يعني. هذا الالبوم عن جد يعني هيك يا هيك يعني بعزه كثير الالبوم سايلنت ويف موجود بالاسواق اكيد موجود بالاسواق سايلنت ويف من 2009 سايلنت ويف لزياد الحمادي وبانتظار اعمالك الجديده كمان اهلا وسهلا فيك انبسطنا بحضورك اليوم شكرا كثير لاستضافتكم ميرسي شكرا لك مشاهدينا وقفه هلا بنرجع نتابع